أما بعد، ما زلنا مع بصائر اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الصراط المستقيم الذي بينا بعض ملامحه قبل، تعلقت به عبادة الإنسان طلبا، يعني كي يطلبوا من الله سبحانه وتعالى اهدنا، يطلب من ربه أن يهدى إليه، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو دين الله الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، من أول رسول إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وهذه الهداية التي يطلبها الإنسان وجب أن نتدبرها عسى أن نبصر قيمتها. ولما علق الله صلاتنا كل يوم بهذا الدعاء، كل يوم الصلاة ديالنا معلقة بهذا الدعاء، كلما صلينا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذه قضية من أعماق قضايا الوجود البشري، أن يهدى الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك من أعظم أمور العلم والحياة والوجود والمصير. هذا الذي نطلبه من الله عز وجل هو في حد ذاته هداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء نفسه هداية، أن يهدى الإنسان إلى طلب الهداية هداية. لما؟ لأنه آنئذ ينبه إلى عظمة ما يطلب وإلى خطورته. لما يقول لك الله عز وجل هذه الحاجة سير طلبها، طلبها مني كل مرة، فمعنى ذلك أن هذه الحاجة اللي نبهك الله تعالى لها وجعلها مناط الطلب للعباد أمر عظيم، بل أعظم من ذلك أنه عز وجل جعل لك ذلك صلاة مستمرة اليوم والليلة. وهنا أطرح سؤالا للتأمل والتدبر، ألم يكن ممكنا أن يخلق الله الكون ويهمله؟ وهو قول من أقوال الفلاسفة القدماء. بلى، يعني الله سبحانه وتعالى كان ممكن لو أراد سبحانه يخلق الكون ويرميه ما يديش فيه، فليس ملزما هو عز وجل ولا مكرها سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار بأن يدبر أمر هذا الكون وأن يرعى مخلوقاته وعلى رأسها الإنسان. فهذا تفضل منه ومنه، أنه خلق ثم هدى، خلق ثم هدى، وكان يمكن أن يخلق ولا يهدي لو أراد، ولكن من عظمة نعمته ومنته أنه خلق ثم هدى. والهداية إنما هي إرسال الرسل، وقلت كان يمكن أن لا يرسل رسولا البته، ما يدير حتى شي رسول ويخلي الناس في العماية تلفي، ما كاينش شي حاجة تلزم رب العالمين بذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فراه تفضل منه ومنة منه أنزل الرسل، وخليونا نتصوروا لو أنه لم ينزل الرسل، ما عمره ما جاش رسول ولا جاب الإنسان الخبر ديال شي حاجة كاينة في السماء من المخلوقات أو الملائكة أو حتى رب الكون. كيفاش تصوروا عيش الإنسان في الأرض؟ ظلمات، وهاد الظلمات ماشي بحال هاد الظلمات اللي كاينة الآن عند الكفار ديال هاد الزمان، لا، هاد الكفار ديال الزمان كاع بصفة عامة، الكفار الآن وقبل الآن عندهم شوية ديال الضوء، عندهم شوية ديال الضوء. أما الحالة التي افترضها فهي الظلمات الحقيقية. كيفاش الكفار عندهم شوية ديال الضوء؟ بحال هذاك الضوء ديال الإنسان اللي كيكون جاي مسافر بالليل ومازال في ظلمات ديال البادية العربية، باقي البرة بعيد عن المدينة، وكيبان له الضوء ديال المدينة راه الفوق، ماشي كيبان له البورات ولا لا، كيكون معروف أنه المدن اللي كيقرب لها الإنسان نسبيا كيبان له الشعاع ديالها في الأفق في ذاك الظلم ديال السماء. هذا النوع من الضوء كاين عند الكفار الآن. وما معناه؟ معناه أنهم سيقين الخبر لشي حاجة سميتها الأنبياء، سيقين الخبر لشي حاجة سميتها القرآن الكريم، ما مأمنينش إياه، ما مأمنينش، ولكن عندهم الخبر بهذا الشيء. تصوروا الإنسان ما عندوش الخبر أصلا ولا برب العالمين، يعني عيش بحال هذا صعب جدا، صعب. هذا فعلا واحد الباب مسدود على العقل البشري بأقفال من حديد صدئ، واحد الضيق الذي يعيش الإنسان، بل أجزم أن حياة الإنسان ما يمكنش تكون موجودة على الأرض لو لم ينزل الله الرسل والأنبياء، ما يمكنش تكون حياة الإنسان، لأن الدين دير بحال الأكسجين، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش في كوكب أو على كوكب ليس به هواء
من الهواء الطبيعي الذي يتنفسه الإنسان. وكذلك الدين، خص الدين يكون، وإلا أدى الأمر إلى انقراض البشر. ولذلك جعلوا الدين من الضروريات الخمسة، ضروري من الضروريات الخمسة الدين. وأقول الدين ضروري ولو كان منحرفا، وخا يكون داك الدين ما مقد، خصو يكون، لأنه كيلعب واحد الدور في التوازن النفسي لا يحل محله سواه. وطبعا لما كيكون الدين هو الدين الحق كيكون التوازن النفسي توازن كامل تام. إذن إخبار الله عز وجل الإنسان عن نفسه، يعني الله سبحانه وتعالى صفت لهذا الإنسان، كيخبروه على من كيخبروه؟ كيخبروه على رب العالمين، يعني الله كيخبر على نفسه. شيء عظيم جدا أنه أخرجك أيها الإنسان من ضيق الأرض، من ضيق الإحساس البشري بالحياة، لأن الإحساس البشري بالحياة إحساس محدود بما تدركه حواسه. هذا هو الطبيعة ديال البنادم، البنادم عنده القدرة يعني يفهم ويدرك الحقائق اللي عندها علاقة بالحواس دياله أو ما ينبني على حواسه. كثير من الأمور الآن ما غاديش تبان لينا، علاش؟ لأن حقائق الدين سبقت للنفوس ديالنا. فإذا استطعت تجرد نفسك الآن، تخيل رأسك ما عندك خبر بالدين نهائيا، ستجد ضيقا في نفسك. وصعيب على الإنسان يتجرد من المعلومات القديمة اللي عنده السابقة إلى نفسه، ولكن لو استطعت أن تصنع هذا لا وجدت رغبة في الفرار، تهرب من هذه النفسية اللي كتجيك. ولذلك ورد في القرآن أكثر من مرة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله عز وجل، هذا الفرار إنما هو مترجم بقوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك كانت الهداية نعمة كبيرة، نعمة كبيرة بما ذكرنا بهذا المعنى، أنه فتحات العقل ديال الإنسان وعطته اتساع في الأمل في العيش وفي الإحساس بالحياة وتذوق الحياة، وأيضا الحياة نفسها بهذا السير السريع الذي تسيره. يجد الإنسان نفسه فعلا قد أمن واطمأن حينما يحصل على هذا الهدى. لو أنه كل واحد فينا يقوم بعملية تأمل الحياة الطبيعة ديالها والحركة ديالها لفزع من ذلك فزعا شديدا. ولذلك قال عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الحركة ديال الحياة ديال الأعمار ديال الزمن حركة سريعة جدا وغريبة، كتكون عايش مع الإنسان خوك صاحبك، تأكل معه وتشرب معه حتى يأتيك خبره أنه مات. ماشي بغي نتكلم على كون الموت مصيبة أو صدمة أو كذا وهذا حق، لا، وإنما أقصد أمرا آخر. حينما يبلغك موت صاحب لك فإنك تفقد حياته، وهذا سر عجيب من أسرار الحياة، تفقد حياته. نهار كان عايش معك يعني كتشم الحياة دياله، تلمسها تذوقها تجدها حي، يتحرك ويتكلم ويعبر عن رأيه ويملأ الوجود حولك. من اللي كيموت ماذا يحدث؟ هذيك الحياة ذاك الإحساس ديالك أنت بالحياة ديالو كتفقده. اش كيكون وقع في الحقيقة؟ تفقد جزءا من إحساسك. هادشي باش الموت كتجينا قوية وقزحة، لأنك تفقد جزءا أنت ماشي هو، أنت تفقد جزءا من إحساسك بالحياة. باش حنا كنحسوا بالحياة؟ نحس بالحياة لوجود الأحياء. وتصور بنادم ما كاينش، راك في واحد الموضع فيه الخيرات من الأطعمة والأشربة والذهب والفضة، ما كاينش مخلوق واحد، ما تقدش تبات ليلة وحدة تما، لأنه لا حياة، كيناش الحياة. فلذلك حينما نفقد أحدا من إخواننا أو أحبابنا أو أي كان، نفقد جزءا من إحساسنا نحن بالحياة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة دايزا جنازة ووقف، قالوا يا رسول الله إنه يهودي، ذكر غير يهودي جاف وروم الدين. قال لهم أليست نفسا؟ نبههم الواحد المعنى آخر، يعني أن نفسا ما فقدت من هذه الأرض فقدت حياتها، وفقدنا نحن الإحساس بها. الحياة هكذا نفقدها كل يوم، نحن الذين قدرنا أن نعيش يوما آخر أو أيام، كل على قدر ما قدر له من عمر، نفقد الحياة كل يوم. كتفقد الحياة وتفقد إحساسك بالحياة كل يوم. حياة رهيبة رهيبة، راه ما كنتونسوا بها غير من اللي كندمجوا بعضنا أو من اللي كنأمنوا بالله.
فالكافر يسلي نفسه بالاندماج الاجتماعي، هذا هو الخيط اللي كيخلي الكافر مازال عايش، كينسى هذه الحقائق ما يفكرش فيها، إلا فكر فيها يحمق، إما يهتدي إلى الدين ولا يحمق ومن بعد كيمشي ينتحر، وهذه ظاهرة كثيرة عنده. المؤمن إن كان غافلا مع الأسف كيدير بحال الكافر، هو بحال الآلة كيدور مشغول اليوم بهذه ومشغول غدا ومشغول، حتى كيقولوا مات فلان عاد كيتهز، نهار يومين ثلاثة كيعاود يندمج مشى سرطات والسرطة ديال المجتمع. والمؤمن الذاكر إنما يأنس بالله، علاش؟ لأن هذه العجلة ديال المجتمع ما فيها ثقة، هي كتلهيك وتونسك، ولكن مرة مرة كتذكرك بأن راها هي براسها تحتاج إلى من يؤنسها. وواحد من هذيك الأدوات اللي مخلياك تعيش الحياة مرة مرة كيخوي بك ويموت لك، كيخوي بك ما خبرك ما علمك مشى، فيبقى الحي سبحانه وحده الذي يمدك بالأمل في الحياة. إذا كان هذا الكون ساير ما كينش شي حاجة أصعب من شي حاجة اللي كتمشي في جميع الأمور، حتى في أمور ديال العلم كاين جوج الأنواع ديال الدراسة، اسمحوا لي على هذا الاستطراد في هذه النقطة هذه، إلا كتدرس وكتقرأ شي حاجة ثابتة سهلة، إن كما هي اليوم كما هي البارح كما هي غدا، تفككها وتركبها وتحلها راهية، ولكن إلا يعني الطبيعة ديالها محركة كتكون صعيبة، إلا كتكبر مثلا تنمو فيها قابلية النمو كتكون صعيبة في الدراسة ديالها، أو كتحول من طبيعة لطبيعة صعيبة، الأشياء دائما المتحركة هي أصعب في المتابعة والملاحظة من الأشياء الجامدة الثابتة. الكون كله متحرك وكل في فلك يسبحون، كل لاستغراق العموم، وكل في فلك يسبحون. هذا الكون متحرك فهو رهيب ومخيف وموحش، كيحس فيه الإنسان بالغربة من اللي بدأ يتأمنه في اتساع دياله الغريب الرهيب. تحتاج آنئذ إلى ركن أمين مطمئن تفر إليه وتنادي اهدنا صراط المستقيم، هذه الهداية التي يهداها الإنسان ويهدى إليها هي النعمة فعلا الكبرى والتي لا نعمة بعدها، لا نعمة بعدها في الكون، النعمة الكبرى في الكون التي لا نعمة بعدها الهداية. الله عز وجل أنعم علينا بنعمتين كبيرتين، نعمة الخلق خلقنا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول نعمة أنعم الله بها على الإنسان خلقه، قال له كن فيكون، هذه النعمة الأولى. النعمة الأولى من ناحية تاريخية، ماشي يعني رقم واحد من ناحية القيمة، ولكن النعمة التي تغطي عليها هي نعمة تأتي بعد وهي الهداية. ولذلك الذي خلق ولم يهدى يتمنى لو أن لم يخلق، يقول بنقص من الخليقة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى لو لم يخلق بشرا لأنه لم يحصل على هذه النعمة. اهدنا الصراط المستقيم. ثم أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فما زلنا مع الدعاء الصالح الدعاء العظيم الذي يرفع المؤمن إلى أعلى مقامات الإيمان، الدعاء الذي علمه الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وما علمه قبله أحدا من العالمين، وبقي تراثا وإرثا للأمة المسلمة وحدها من دون سائر الأمم، ذلك قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تحدثنا عن بعض بصائرها، نذكر اليوم بصيرة أخرى من بصائر هذه الآية. ألا ترون أن الله عز وجل قد ميز الناس فرقا ثلاثا، فرقة المهتدين بدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وفرقة الضالين، وفرقة المغضوب عليهم. من أهم الأمور التي يبصرها المؤمن بهذه الآية المبصرة من الأمور التي يبصرها أن الضال ضال وأن المغضوب عليه مغضوب عليهم، كلاهما كذلك إلى يوم القيامة. ما معنى هذا؟ عندما تكثر الفتن وينقلب ميزان الزمن ويضعف الإيمان لدى المسلمين كما هو حالنا اليوم، تنكسر هذه الحواجز الإيمانية التي رسمها الله عز وجل في القرآن الكريم، وجعل هذا الدعاء رغبة للمؤمن يطلبه كل يوم بل كل صلاة، أن يبقى ثابتا على أصل الهداية
فلا تختلط عليه الأمور. واختلاط الأمور حينما يصبح النصراني مهتدياً، ليس من حيث هو أسلم ولكن من حيث صار مفضلاً لدى الناس. معنى ديال هذا الكلام، المؤمن كي يطلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، باش يبقى ثابت على أن النصارى اللي هم الضالون كما اجمع على ذلك المفسرون، واليهود الذين هم المغضوب عليهم إلى يوم الدين، كيبقاو كما وصفهم ربي عز وجل، النصراني ضال واليهودي مغضوب عليه، وما حد النصراني نصراني وهو ضال، وما حد اليهودي يهودي وهو مغضوب عليه. لا يمكن بأي حال أن يصبح المغضوب عليه محمود الخصال، يعني مؤدب وضريف ومزيان، أبدا. ذلك حكم رب العالمين مغضوب عليه، ولا يمكن للنصراني كيفما كان أن يكون بعد ذلك صالحا. راه المسلمين واخا يتكرفصوا واخا يعواجوا واخا يتوسخوا واخا يتخلفوا، راهم خير من اليهود وخير من النصارى. هذه حقيقة عندها الشيطان يقلبها لنا، ومع الأسف قلبها لبزاف ديال الناس. كيمشي واحد يطلع على بلاد النصارى كيقول لك هما خير مننا، باش هما خير مننا؟ الكافر كافر، لو كان الأمر كذلك إيش معنتو؟ معنتو أنه ما خير من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخير من الزمان دياله؟ إلا درنا المقياس ديال الحضارة المادية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان كيركب على جمل مش على طيارة، ويصلي في التراب، وبيته منزل دياله كان مبني بالتراب، وكانت الحياة عندهم حياة ترابية من ناحية المادية بسيطة جدا، ومع ذلك اجعل الله سيدنا محمد خير البشر. أنا سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. ماشي المعنى ديال هذا الشيء أننا كنقولوا ودي راه ما خصناش نقلبوا على الحضارة المادية، لا إطلاقا، ولكن ما خص شيء يكون هذاك هو الميزان ديال الصلاح وديال الفساد، أبدا هذا غلط. ما خص شيء يكون الميزان ديال الصلاح وديال الفساد هو المظاهر ديال الرقي المادي، وهي الدنيا كلها عمرها شحال، كم سيبقى هذا النصراني كذلك يعيش في ترفه وفي مادياته، وكم سيبقى هذا اليهودي على طغيانه؟ أيام أيام وتنتهي الدنيا وما فيها ومن فيها، ويبقى الحق وحده سبحانه وتعالى، ويبقى الحق وحده. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاد الحواجز الإيمانية اللي كانت كتخلي المؤمن قديما حينما كان المؤمن مؤمنا وحينما كان المسلم مسلما حقا يكره أن يكون مثل النصارى ومع النصارى، كما يكره أن يلقى في النار. لما ضعاف هاد الوازع الديني ضعاف ضعاف، ولات المسلمة كتزوج بالنصراني، وصار النصراني مقبولا صهرا في الأسرة المسلمة. شنو وقع للناس؟ ما بقاو شيء النصارى عندهم ضالين، ولو هما اللي عندهم العقل وهما اللي مهتدين وحنا اللي ضالين. هكذا صارت الأحاسيس والمشاعر والمواجيد لدى كثير من الناس مع الأسف. راه ماشي جا ربي عز وجل هكذا عبثا، وليس في فعل الله عبث، وفرض علينا قراءة الفاتحة عبادة وصلاة باش نتبتوا على الأصول ديالنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من المسلمين من المؤمنين غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى. الحق حق والباطل باطل، مهما استطاع الباطل أن يزين واجهته وزجاجته ومرآته بالتلاوين والتزيينات فسيبقى الباطل باطلا. هذه فتنة من الفتن التي تملأ الزمن اليوم، فتنة تدع الحليم منكم حيران. يعني بنادم اللي مولف يفكر بالعقل وبالهدوء وبالرزانة حلم كيحير لانقلاب الموازين لدى الناس. فلا ينبغي أن يغرنا مظهر الكافر ولا قوله ولا مدنيته ولا حضارته، لا ينبغي أن يغرنا ذلك. فالكافر كافر في نهاية المطاف، وهو مبغوض من لدن الله. الله يبغض الكافر ولا يحبه، فكيف بي أحب من لا يحبه الله؟ وأين عقيدة الولاء والبراء
الولاء في الله والبراء في الله. الله عز وجل تبرأ من المشركين ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك المؤمنون من الذين آمنوا بالله ورسوله هم أيضا تبرأوا من المشركين. ولا يكمل إيمان مؤمن إلا بهذا الاعتقاد، حتى ولا أنه الإنسان عنده رغبة بسبب الضلال دياله، رغبة أنه يدخل، هو ضمن واحد العدد ديال الناس يقولوا هذا الكلام، يعني بحال ضمن لراسه الجنة وغيدخل معاه اليهود والنصارى حتى هما. القرآن واضح في هذه الحقائق، ما تحدث بكنايات. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والمسلم مهما فسق ومهما فجر، وليس معنى هذا أننا ندعو إلى الفسوق والفجور، طبعا لا، فهو لا يخلد في النار، هذه عقيدة الإسلام. كل من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه يعني من العذاب. هذا معنى حديث صحيح، ولكن عندنا نفهم بأنه يعني ما كاين باس الإنسان يدير مفاسد وجرائم وراوخيت حرق في النار يدخل الجنة من بعد، إذن غيولي بحال اليهود، هما اللي قالوا هذا الكلام. وسأبين خطأهم وخطورة جهلهم بحول الله عز وجل، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا كذب، كذب على الله، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، كذبوا، لأنهم هما قالوا بأن بني إسرائيل اليهود كلهم غيدخلوا الجهنة ولكن غير 8 أيام ويخرجوا كاملين عاد يدخلوا للجنة. منين جاتهم هاد 8 أيام؟ قالوا هي المدة التي عبدت فيها بنو إسرائيل العجل الذي جعله لهم السامري، فسيعذبهم الله عز وجل بذلك أو بمقتضى ذلك الأسبوع إلا أياما معدودة أو معدودات في آية أخرى، ثم يخرجون ويدخلون الجنة بعد ذلك. وهذا تألي وافتراء على رب العالمين. الواحد اللي بدأ يحسب لرسوه أشحر يجلس في جهنة وأشحر يدخل الجنة، هذا إذن صار يقدر المقادير، وهذا إنما هو من فعل الله عز وجل. ورجعوا لنا احنا المسلمين، هذا هو اللي كيهمنا، نسأل الله أن يعيذني وإياك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أرأيت لو قدر على مسلم أن أخذ بجريرة ذنب اقترفه فقضى الله عليه عز وجل، قضى عليه بنصف يوم من النار، غير نص نهار اللي أعطاه ديال جهنم، نص نهار يعني 500 سنة، لأن اليوم يوم الآخرة ويوم الغيب كألف سنة مما تعدون، من يستطيع أن يصبر على 500 عام. ولذلك ورد الحديث ووصف أصحاب النار بالخلود خالدين فيها، حتى في بعض ما يتعلق بالمسلمين، وقد يشكل ذلك على بعض الناس، يقول وكيفاش هذه، أنه يعني يصف أن هؤلاء المسلمون يعني يدخلون النار ويكونون خالدين فيها. هناك الخلود المؤبد نعوذ بالله منه، وهناك الخلود غير المؤبد نعوذ بالله منه، لأن اللي دوز غير النهار في جهنم هذا خلود، نهار 1000 سنة نعوذ بالله، وما بالك بحر نار جهنم، هذا العذاب الغليظ كما وصفه الله عز وجل، غليظ شديد، شديد الإيلام، يذيب الحجر ويذيب الجبال ويذيب كل شيء يلتهمه. المؤمن الذي يوقن بهذه الحقائق يقشعر بدنه ويرجف قلبه ويخشى حقا أن يكون من الهالكين، نعوذ بالله أن نكون كذلك، ونسأله النجاة، النجاة، النجاة من النار. ولذلك كان دعاء الصالحين أن أجرنا من النار، نجنا من النار. وأفضل يوم من أيام المسلمين يوم عرفة، ما في يوم عرفة يعتق المسلمون من النار، الذين وقفوا بعرفة يعتقون من النار. المؤمن الذي رأى وأبصر الحقائق تغيب عنه لذة الجنة كتنسل، بما؟ بسبب هول ما أبصر من الجحيم. أول كلمة قالها الله عز وجل لرسوله وهو يأمره بإبلاغ الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، مع أنه بشير ونذير، جاء ببشرى الجنة وبنظارة النار، جاء بهما كليهما معا. ولكن حينما يكون الحال حال سوء كما كان حال الجاهلية
خاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالنظارة: قم فأنذر. وقام وخطب على صخرة الصفا ونادى: يا صباحا، يا بني فلان ويا بني فلان. فاجتمعت إليه رؤوس قبائل قريش وقال كلمته المشهورة: لو حدثتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وجادله الكفار من قريش ومن غيره، جادلوه فأعنتوا وشددوا، وقال الله له سبحانه وتعالى: قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن هو إلا حصر، يعني ما جاي حتى شي غرض غير ينبهكم، ردوا البال، راه جهنم ما فيها ما يتشاف. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعبارة بين يدي تدل على التقريب، أي أن هذا العذاب قريب نعوذ بالله منه. والمتفكرون من أولي الألباب من الربانيين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما طلبوا شيء الجنة، ما طلبوا الجنة، رغم أنهم يعني في حاجة وفي فقر شديد إليها، ولكن الفزع من النار حينما أبصروها ببصائرهم، لأن التفكر هو آلة الإبصار والاستبصار لدى المؤمن، يرى بها حقائق الغيب ليس عيانا ولكن وجدانا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا المؤمن أبشع ما في الكافر، أنه يشرك بالله هلولا ولا يؤمن باليوم الآخر. الثانية: يشرك بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. وكل من عادى المسلم، حيد غير المسلم، كل من عداه من أهل الأرض مشركون. اليهود مشركون، النصارى مشركون، المجوس مشركون، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في مثلهم قيلت، كما قيلت في العرب الأوائل، يؤمنون بالله ولكن على الشرك، شرك كبير. ولذلك فلا حظ لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الآخرة، ولا يؤمنون باليوم الآخر. يكذبوا عليكم، يقول لك تهم كيأمنوا بيوم القيامة، أبدا. إيمانهم إنما هو بالخرافة، ماشي معناتها هذا الكلام غير باش نقولوا بلي راه غالطين، راه مأمنين ولكن مأمنين غلط. أكثر من ذلك، ما مأمنينش إيمان حقيقي حتى بهذاك الغلط، ما عندهمش إيمان حقيقي به. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه هو إغراقهم وغرقهم في شهواتهم الدنيا. اللي عنده غرام ديال الإيمان باليوم الآخر ما كيغرقش مثل هذا الغرق المتوحش الذي يقع فيه اليهود والنصارى في هذا الزمان وفيما قبل هذا الزمان من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اليوم. ولذلك اللي منهم أعمر القلب دياله بالخوف من الآخرة ما كيكتفيش، لا يكتفي بما تحدثه به كتبه الباطلة المحرفة، كيمشي يقلب. وهذه ظاهرة واضحة وقوية مستقرة، كل من تزلزل قلبه بحقائق الوجود والكون وبدأ يفكر في الموت حقيقة وما بعد الموت، من النصارى في كثير من الأحيان يبحث عن الحق وهو في بداية الأمر لا يعرفه، ويبحث 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 حتى يصير إلى الإسلام، لأنه إن صدق الله في البحث صدقه الله في الهداية. وخا هو كافر غير دار النية فعلا باش يوصل الحق، ربي ما كيضيعوش. وهذا منطق القرآن ماشي غير الواقع اللي قالها لنا، الواقع يحدثنا بها. هذاك الإنجليزي اللي اسلم مشهور جدا، كان مطرب مغني، يوسف إسلام، كيحكي القصة دياله وغادي نجيب الآية اللي كتكلم عليها وعلى غيره، حيث آلاف ديال الناس وقعت لهم نفس التجربة، والله عز وجل رسم ذلك في القرآن رسما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال بأنه غرق يوما في البحر، ما القصة ديالو مطبوعة تباع في الأسواق في ورقات قليلة، غرق يوما في البحر وهو يسبح كيعوم غرق، فرأى الهلاك، شاف الموت، يعني يئس من قدرته ومن حيلته في أن ينجو بنفسه من البحر، فالتجأ إلى الله اللي كيعرف هو
راه باقي نصراني. قال يا ربي لئن أنجيتني لأخدمن دينك الحق. واش كيعني هو؟ يعني ترهبن، يدخل في سلك الرهبانة، ما كيعني شيء الإسلام، ما طيحلوش بلو. ولكن كان دعاؤه صادقا وتوجهه إلى الله صادقا، فأنجاه الله وهداه فعلا إلى دينه الحق. العلاقة بين العبد وربه قنطارتها الصدق أولا، الصدق أولا والصواب ثانيا. نعم، ولكن حينما يقع الصدق الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يخيب أمل الصادق فيه. ملي كتكون صادق مع ربي واخا راه الأمور ديالك مخربقة، تمشي حتى تعيا وربي يجيبك للصواب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الآية التي قرأت قبل قل إنما أعظكم بواحدة، الميم والكاف ديال الخطاب لمن الكفار. وتأملوا الآية شوف شحال عجيبة، كيقول الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قل لأولئك الكفار، هاني كانوا وعظكم بحاجة واحدة، يعظ الكافر، واش الكافر كيسمع الموعظة؟ ولكن سماها الله موعظة. قل إنما أعظكم يا معشر قريش من الكفار ومن شابهكم من الأمم الكافرة إلى يوم القيامة، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طبعا، أن تقوموا لله وهو كافر. كيفاش تقول له أن تقوموا لله؟ أن الله عز وجل كيوريه طريق الحق همنين الدز، بغيت توصل الحقيقة وبعقلك قم لله. كيف تقوم لله وأنت لا تؤمن بالله؟ كيف تقوم لله وأنت لا تؤمن بالدين الحق؟ أساسه الصدق، يعني أن تتجرد من كل ما يربطك بعواطف الثقافات وعواطف الديانات وعواطف الاجتماعات، يعني أمور ديال المجتمعات وأمور كلها علائق التراب بلغة أخرى، تقطعها واحدة واحدة واحدة، وتصدق الله في أنك تبحث عن الله، وتصدق الله في أنك تبحث عن الله. يعني يا ربي إن كنت رب الكون حقا وكنت موجودا حقا فإني بكل صدق أريد أن أصل إليك، إن كنت موجودا وكنت ربا لهذا الكون حقا. هذه هي الكلمة اللي قالها الغلام في قصة الأخدود، حاير بين الساحر وبين الراهب، فاعترضته الدابة التي قطعت الطريق على الناس وأخذ حجر، فقال يا ربي دابا هو حاير بين صناعة السحر وصناعة الدين، شكون اللي حق؟ مازال حاير. فدعا الله لئن كان الراهب على حق أن يقتل تلك الدابة بتلك الحجرة، فرمى الدابة فقتل الله الدابة برمي الغلام تلك الحجرة. وهي ديك الدابة كانت تقطع الطريق على يعني المجهد ديال أصحاب القلادي. فجاء غلام ضعيف البنية صغير السن مازال في طور التعلم، فقتل الدابة، لا بل قتلها الله آية له. علاش؟ الصدق، صدق الله في توجهه، توجه إلى الله صادقا. هذا الأمر يدل حقيقة على أن النصارى ومن مات على نصرانيته كافرا فما كان قد صدق الله عز وجل في عبادته ولا في قصده إياه، ولكن صدق الدنيا في إقباله عليها. هذا الدعاء العظيم إذن هو فيصل ما بين الحق والباطل، هو فيصل ما بين الحق والباطل، ما بين الهداية من جهة والمهتدين في ظل الهداية، وما بين الضلالة وغضب الله نعوذ بالله منهما من جهة أخرى والضالين والمغضوب عليه جميعا. وجب على المؤمن بهذا الدعاء أن يصدق الله فيه إذن. حينما تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم، استحضر حقائق الإيمان في ذهنك، وأن الله أنعم عليك بأن كنت مسلما من أبوين مسلمين، وفصلنا في هذا من قبل ما شاء الله ويسر. استحضر هذا ثم أعطي الله حقه، وحق الله في هذه الآية أن تستجيب لمصطلحه، تستجب للتسمية اللي سمى، هو سمى لهودي مغضوب عليه فسمه كذلك، وسمى النصراني ضالا فسمه كذلك، واحذر أن ينقلب النصراني بين يديك حبيبا قريبا، أو أن يصبح اليهودي يوما أخا نعوذ بالله. كلا ولا كرامة،
ليهودي أو نصراني ما دام كتاب الله يتلى في الأرض. إن الله عز وجل ينبت الإيمان في قلوب الناس، ينبت الإيمان في قلوب الناس إن صدقوه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. حينما تطلب هذه الهداية وهي هداية خاصة، اهدنا الصراط المستقيم، بينا بعض بصائرها، حينما تطلبها صادقا من الله عز وجل فإنه ينبت الإيمان في قلبك، وليس عبثا أن نص الحق عز وجل في محكم كتابه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر اسم تفضيل، يعني أكبر من شي حاجة، والمعنى موجود مقدر دل عليه سابقه، يعني إن قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من الفحشاء والمنكر، هذا المعنى، وإن لم ينص عليه بصريح العبارة لأن العربية يفهم ذلك فطريا من سياق الكلام. ماذا أريد أن أستخلص؟ يعني أنك حينما تصدق الله في دعائك هذا من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن الله عز وجل يبين لك موازين الحق، موازين الحق كتبلك بهذا الدعاء، ويرزقك سبحانه وتعالى عزيمة الثبات على الحق، عزيمة، لأن إلف الإنسان للفساد رؤية ومعاشرة يفقده حسه الكارهة للفساد. من اللي الإنسان كيبدأ يسمع الفساد، يسمعوا اليوم ويسمعوا غدا ويسمعوا بعد غدا، كتسمعوا بالسيف عليك ماشي لخاطرك، هي الشتا كتصب به، الشتا ديال الإعلام، تلفزيونات بأشكالها الجديدة، الإذاعات، الشوارع، كل شيء تكاد الجدران تنبئك وتذكرك به، وليس أقلها الملصقات الإشهارية، كل شيء. مع ذلك المؤمن مؤمن، والحق حق والباطل باطل. حينما تثبت بهذا الدعاء فإن حقائق القرآن لا تضطرب في قلبك، وعنده يجيك البالك بأن القرآن غادي يجي شي وقت اللي تغلب فيه أبدا. ما جعل الله للباطل على الحق غلبه، وإن جندنا لهم الغالبون بجميع المعاني. لما؟ يعني يظل الفساد والمنكر ينتج من المقولات وينتج من التضليلات بكل القوة دياله الدولية والإعلامية بكل وسائل دياله الوحشية. آية واحدة من كتاب الله تطفئ ذلك الباطل كله، لأن هذا رب الكون، هذا مع من كيتحاربوا، رب الكون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، رب الكون. فلذلك اعتصم برب الكون، تكون منصورا على قدر اعتصامك به، تكون منصورا على قدر اعتصامك به، اصدق رب الكون، تكون مهتديا على قدر صدقك إياه سبحانه وتعالى. راه الإخوان هذه سورة الفاتحة والله فعلا ليس هناك شيء مثلها. وحينما قال عليه الصلاة والسلام وما أنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل، فقد قال ما قال وهو يعلم حقيقة ما قاله من رب العالمين، ما عندهاش مثلها في الكتب السابقة، لأن القرآن الكريم جمع خير ما في الكتب السابقة. رسول من الله، أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، مش كتاب واحد اللي فيها، فيها خير ما في التوراة وخير ما في الإنجيل وخير ما في الزبور، وقبل ذلك خير ما في صحف إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما بقتش حكمة من حكام الكتب السماوية السابقة اللي ما كانش في القرآن الكريم، ولذلك من قرأ القرآن فقد قرأ كل الكتب التي جاءت قبله ونزلت قبله وزيادة، قرأها كلها وزيادة، ومن تلك الزيادات وأعلى تلك الزيادات الفاتحة. والله عز وجل اجعل الصلاة فرضها على كل الأنبياء والرسل، من سيدنا آدم حتى النوح حتى الإبراهيم حتى الموسى حتى العيسى وما بينهم جميعا من رسل وأنبياء، وعمر الصلاة ديالهم كلهم ما كانت فضل من الصلاة ديال هذه الأمة. لما؟ لأن صلاتنا فيها ما لم يكن عندهم متاحا فيها الصلاة. ما الصلاة؟ هي الفاتحة.
في الحديث القدسي الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. صلاة، الفاتحة اسمها صلاة بمعنى أنها جوهر الصلاة وخير ما في الصلاة، لأنها خير ما في كتاب الله وخير ما نزل من كلام الله. بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اللي كتجيه صورة الفاتحة شي حاجة عادية، والله الذي لا إله إلا هو راه مازال ما عارف شي صورة الفاتحة. ابحث إذن عن صورة الفاتحة، سير قلب عليها تجدها، إذا صدقت الله فيها تجد بصائرها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، جعلني الله وإياكم من المبصرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا ربنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. اللهم ارزقنا عزائم الطاعات، اللهم ارزقنا عزائم العبادات، اللهم ارزقنا عزائم الأوقات، وارزقنا الإخلاص في أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، ونعوذ بك أن تخالف أفعالنا أقوالنا. اللهم طابق بين ظاهرنا وباطننا، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من تسميع يا ربنا. واحفظنا في سرنا، واحفظنا في علانيتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.